مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. قال صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حوار صحفي شامل نشرته اليوم صحيفة الشرق الأوسط أن رؤية المملكة انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وتم البدء في رؤية نتائج رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع. قبل أن نبدأ أعزائي المشاهدين، أنا وضيوفي في مناقشة هذا الحوار الشامل والهام، دعونا نتعرف هنا على أبرز ما جاء فيه وبالتحديد أبرز النقاط والمحاور الاقتصادية. أكد سموه في هذا الحوار أن التزام المملكة بالطرح الأول العام لأرامكو وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب. أيضا من المحاور الاقتصادية الهامة في هذه التصريحات رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة. أيضا الحكومة ستقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقية خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال. وفي المحاور الاقتصادية الهامة أيضا في هذا الحوار الشامل أن المملكة تهدف من خلال الخصخصة إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وتوفير فرص عمل للشباب. أيضا من المحاور الاقتصادية الهامة في هذا الحوار الشامل سياسيا واقتصاديا ومحليا أيضا أنه يجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال العام 2020. إذن أعزائي المشاهدين، نتابع هذا التقرير ونعود لمناقشة هذا الحوار الصحفي الهام. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، مستمرين في هذه الحلقة والتي سنتناول فيها الحوار الصحفي الشامل لسمو ولي العهد، حوار يعني شمل الكثير من النقاط المحلية والدولية السياسية والاقتصادية وأيضا الشأن المحلي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي هنا في الاستوديو الدكتور سليمان الطفيل المستشار الاقتصادي. أهلا بك دكتور سليمان. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يبارك. حياك الله. وأيضا سيضم لنا لاحقا من الطائف الدكتور محمد الإنصاري الخبير الاقتصادي، يبدو أنه جاهز معنا. أهلا بك دكتور محمد. حياك الله دكتور محمد. البداية معك من هنا دكتور سليمان. يعني دكتور سليمان، حوار هام، حوار شمل الكثير من النقاط والمحاور، أيضا يعني كان منوع إن صح التعبير، سياسيا اقتصاديا محليا دوليا، تناول الكثير من يعني النقاط الهامة خصوصا اللي قاعدة تعيشها المملكة وأيضا المنطقة بشكل عام. نحن سنركز في برنامج ساعة في الاقتصاد على الشأن الاقتصادي مبدئيا. كيف رأيت يعني بالتحديد رؤية المملكة انتقلت من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ؟ تعليقك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. أولا حي قيادتنا الحكيمة على هذا يعني الإنجازات وهذه التطلعات الحمد لله التي تقودها، خاصة في الأونة الأخيرة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي فعلا أظهرت العديد من المكتسبات سواء على مستوى الموارد الشابة والموارد البشرية، وأيضا على مستوى المرأة، وكذلك المكتسبات التي تحملها مخزونات الكثيرة في أرض الوطن لله الحمد. ونحن نتطلع أو نحن نرى كل يوم، نلمس كل يوم ولله الحمد المزيد من الإنجازات والقرارات التي كل يوم تصب في مصلحة الاقتصاد
وتصب في النهر المستمر من الأعمال المستمرة التي هي من ضروريات الاقتصاد اليوم، لأنه احنا اليوم نواجه عالم متغير، عالم متطور. صحيح. وهناك منافسات في عدة مراكز في دول العالم اليوم، سواء على مستوى دول العالم أو على مستوى المنطقة أو على مستوى حتى أيضا دول جوار المملكة، دائما تسعى طبعا إلى أنها تكون مركز قيادي، وهذا هو هذا شأن المملكة بإذن الله تعالى، وكما هو الله سبحانه وتعالى بما وضعها ومهيئ لها من إمكانيات عظيمة، من إمكانيات المقدسات وأيضا ثروات التي وهب الله سبحانه وتعالى. هذا مكان المملكة الحقيقي، أن تكون دولة قيادية، دولة لها ثقلها في مستوى الاقتصاد العالمي، تحقيق التوازن. ونحن نعلم أن المملكة أصبحت يعني من دول 20 يعني، وأصبحت أيضا هي أيضا من الدول المؤسسة أو الدول القيادية في صناديق التنمية. صحيح. مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولها أيضا إسهامات كبيرة في عدة أيضا مجالات في دول وفي صناديق سيادية في العالم. والآن دور المملكة الكبير اللي هو الاستثمار في المواطن، ولله الحمد بدأنا نلمس احنا كيف انه شباب، كيف انه رؤية المملكة بقيادة المهندس الرؤية ولي العهد محمد بن سلمان في هذه الحوار الجميل، يعني اصبح يعني التفات لهذه المسألة. جميل، واحنا راح نجي لمحاور هذا الحوار الصحفي الشامل، ولكن استأذنك استاذ نظيفي من الطائف والسادة المشاهدين باتصال هاتفي مع الدكتور فواز العلمي الخبير الاقتصادي. اهلا بك دكتور فواز على شاشة الإخبارية. مساء الخير محمد. مساء الخير دكتور فواز. دكتور فواز، كيف شفت الحوار بشكل عام؟ بشكل عام الحوار ممتاز جدا وجيد، لأنه لأول مرة يتطرق إلى إنجازات المملكة ولا يتحدث عما سنقوم به في المستقبل. هذه الإنجازات ليست فقط ناتجة عن الرؤية المملكة 2030، وإنما ناتجة عن العمل الدؤوب والشاق لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى المملكة إلى هذه المستويات العليا التي ظهرت نتائجها في التقارير الدولية وليست فقط التقارير المحلية. مثلا تقرير مركز التنافسية العالمي حصلت المملكة على المرتبة 26، متقدمة ب 13 مرتبة في العام الماضي. صحيح. والمرتبة 7 بين دول مجموعة 20. المملكة نمو اقتصادي، صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون 2.5% في العام 2020، بينما الاقتصاديات الدولية سيكون 1.8% في أمريكا و 1.6% في ألمانيا. هذا يدل على أن هذه التوقعات تتنمو بالناتج المحلي الإجمالي من 1.5% إلى 2.7%، ولذلك قامت جميع مؤسسات الائتمان العالمية بإعطاء المملكة المرتبة التقييم الائتماني A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. طيب دكتور فواز، دكتور فواز بحكم يعني خبرتكم في التجارة الدولية، من ضمن يعني الأشياء الهامة في هذا الحوار أنه ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 22%، أطلعنا على هذا المحور، كيف ترى إنجاز المملكة في ما يتعلق بالصادرات؟ صحيح، واحد من أهم المبادرات في الرؤية أن ترتفع الصادرات غير النفطية بشكل كبير بحيث تصل إلى 1 تريليون ريال، وبالتالي يخفف اعتمادنا على النفط. فتعافي الاقتصاد غير النفطي والتسارع في نموه إلى 2.9% في عام 2019 مع وجود عجز في الميزانية وصل إلى 5.9% فقط من إجمالي الناتج المحلي، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الاقتصاد السعودي يتقدم بشكل متسارع، لدرجة أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تشكل عاملا مهما جدا في الاقتصاد. نحن لا نعلم أن في هذا العام بالذات 267 استثمارا أجنبيا جديدا. لا ننسى أن المملكة أيضا بالنسبة للتجارة العالمية هي من أكبر الدول في الصادرات والواردات،
وأن 13% من هذه التجارة يمر عبر البحر الأحمر، ولذلك تقوم وزارة النقل مشكورة بتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية فيها والتوسع في الطاقة الإنتاجية حتى تصل إلى أعلى مستوى في منطقة الشرق الأوسط. جميل. بإذنه تعالى. جميل جدا، شكرا لك دكتور فواز العلمي خبير الاقتصادي وأيضا خبير في التجارة الدولية. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما تحدث الدكتور فواز عن 267 استثمار أجنبي جديد دخلت المملكة، وهذا ما يفسر ارتفاع الإيرادات الغير نفطية وعلى الأقل جزء منها. نتابع هذا التقرير الذي يتناول أهم وأبرز ما جاء في هذا الحوار الصحفي الشامل لسمو ولي العهد، ثم نعود. من دون تردد سنتصدى بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما، هكذا تعهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمضي في مكافحة التطرف والجهات الداعمة له. وأكدت المملكة على لسان ولي عهدها في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج العربي واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في جنوب المملكة تؤكد أهمية مطالبنا في المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم من سلوك النظام الإيراني. وشدد ولي العهد إلى أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة، غير أنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية، مؤكدا أن المشكلة في طهران وليست في أي مكان آخر. وأشار إلى أن إيران هي الطرف الذي يصعد دائما في المنطقة ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة له. وعلى الصعيد الاقتصادي، بيّن ولي العهد التزام الطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب، معتبرا أن تحديد مكان الطرح سابق لأوانه. وأشار إلى نجاح العمل على رؤية المملكة 2030، حيث انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع، مبديا فخره بقيادة المواطن السعودي للتغيير رغم تخوف الكثيرين من مواجهة الرؤية بسبب حجم التغيير الكبير الذي تتضمنه. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأيضا للتعليق حول هذا الحوار الصحفي لسمو ولي العهد يسرني ويطيب لي أن يكون معي الأستاذ مازن السديري الكاتب الاقتصادي المعروف ورئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجح المالية. أهلا بك أستاذ مازن على شاشة الإخبارية. أهلا أستاذ محمد، شكرا طال عمرك. يا هلا، شكرا لاستضافتكم. أستاذ مازن، في البداية كيف قرأت هذا الحوار، وخصوصا فيما يتعلق بأن رؤية المملكة انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى التنفيذ على جميع الأصعدة؟ هو الحوار طبعا جاء في وقت مناسب، يعني أعتقد العالم يريد أن يستمع لسمو ولي العهد. اليوم الصباح كنت أستمع الإذاعات والقنوات العالمية من ضمنها البي بي سي وورد، الحقيقة كلهم جميع كان يتكلم لأنه روى الحوار، لأنه في الظرف الحالي من ناحية التحرش الإيراني والاعتداء على الناقلتين، التغيرات التي تحدث في السودان، التغيرات التي تحدث في سوريا، في ليبيا، قمة اجتماع أوبك قريب، القمة الإسلامية كانت منذ أسبوعين، تغيرات بالحقيقة ديناميكية كبيرة. فالعالم كان ينتظر يعني نظر رؤية سمو ولي العهد اتجاه هذه النقاط الأساسية، وبدأ بالنقطة الأولى نظرة حول إيران. يعني الأسبوع الأيام الأخيرة العالم كله بدأ يوصل القناعة أن النظام الإيراني نظام إرهابي، كما تفضل معالي وزير الخارجية عادل جبير في حواره في CNN لما قال هي دولة أم ثورة. العالم بدأ عنده قناعة، فأعطى ولي العهد رؤية إصرار المملكة أنها تحافظ على رؤيتها على النمو. يعني رغم أن الحوار تعرض في الجزء الأول لإيران، لكن كان سمو العهد مصر أن يتحدث عن الرؤية ليأكد أمام العالم هو مشروع تنموي نهضة، المشاركة العالم وتغيير اقتصاد المملكة. لكن وجود أنظمة إرهابية مثل إيران وتمول أنظمة إرهابية مثل داعش يعيق النمو العالمي، يعيق السلام العالمي في المنطقة. فكان سمو العهد يعني يوجه الحوار لإخوانه المواطنين وللعالم كله.
جميل يعني استاذ مازن. حقيقة كان صوت المملكة، كان صوت يعني كان أن كيف المملكة تفكر، كيف تنظر المملكة للعالم. بالفعل وأنت أشرت إلى توقيت هذا الحوار والظروف الاستثنائية إن صح التعبير اللي قاعدين نعيشها، المشاكسات الإيرانية في للتعرض لناقلات النفط، وأيضا الظروف الحالية السياسية في بعض الدول العربية ومنها السودان، وأيضا أشرت إلى القمم، قمم مكة اللي يعني بالفعل التوقيت هام جدا. دعنا نذهب للجانب الاقتصادي أستاذ مازن، يعني كيف قرأت تأكيدات الجديدة على طرح أرامكو، تأكيد أن رؤية المملكة ماضية، يعني أيضا ارتفاع الصادرات الغير نفطية، الكثير من الملفات الهامة الاقتصادية، أنت بحكم تخصصك كيف قرأت هذه التصاريح؟ هي كل ما ذكر سمو العهد سواء صندوق الاستثمارات العامة ونموه، خصخصة طرح أرامكو، الحديث عن الاستثمارات الأجنبية، تذكر سموه أيضا تصنيف المملكة كيف تحسن عالميا، كلها تصب في رؤية إعادة الهيكل الاقتصادية وتحولنا من اقتصاد ريعي لاقتصاد منتج لاقتصاد أغلب موظفينا من القطاع الخاص. فهو كان يذكر سموه المؤشرات التي تغيرت في الفترة المؤخرة، هي مؤشرات متقدمة، ولا ننسى أن احنا في البداية، يعني الرؤية ما ظهرت إلا من 3 سنوات، مرحلة التطبيق ما بدأت إلا قريبا من سنة تقريبا. فهناك الحقيقة احنا في مرحلة مبكرة وحققنا أرقام جيدة، وعندنا إن شاء الله دوافع في السنوات القادمة أن نمضي أكثر، يعني إن شاء الله في طريق الرؤية. هو إصراره أنه مشروع التنموي في التحول مهما حاولت الدول الأخرى على رأسها إيران التشويش عليه لن توقف مشروع الرؤية ومشروع جميل. التحول هي كانت الرسالة الأساسية. جميل جدا. إذا يعني حديث أو تعليق هام جدا أستاذ مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجح المالية والكاتب الاقتصادي المعروف، شكرا جزيلا لك. أذهب لضيفي من الطائف الدكتور محمد الأنصاري الخبير الاقتصادي، أهلا بك من جديد دكتور محمد. دكتور محمد، يعني مضامين سياسية اقتصادية هامة جدا في هذا الحوار، ومثل ما أشار الأستاذ مازن السديري على التوقيت الهام لهذا الحوار، نحن نمر بظروف سياسية استثنائية سواء على الصعيد السياسي في بعض الدول العربية، المشاكسات الإيرانية في عرض البحر للناقلات البترولية، وأيضا بعد القمم الإسلامية الهامة التي شهدها العالم في مكة خلال الأسابيع الماضية، أنت كيف قرأت هذا الحوار ومضامينه أيضا؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد ظهور سمو ولي العهد في لقاء في هذا التوقيت على وجه الخصوص هو ظهور ذكي جدا. الجميع يعرف ما يظهر في وسائل الإعلام ما بين مغرض ومبطن لكلام يسيء فيه لنا أو لغيرنا من الجوار أو لديننا أو لأخلاقنا أو يهدد اقتصادنا بشكل أو بآخر، وإن كان على سبيل التصريحات في أكثر الأحيان أكثر من على سبيل الأفعال. وأصبح حديث المجالس في جميع الدول تقريبا أنه هذا يرغب في التعدي على حقوق هذا وهذا يتدخل في خصوصيات هذا بدون مسميات. ظهر سمو ولي العهد في تصريح الشرق الأوسط برسالة واضحة مباشرة لكل من تسول له نفسه المضي قدما في التعدي على خصوصيات الدولة بأننا مسالمون ولكن لن نقبل بأي تعدي أو أي تجاوز. هذه رسالة سياسية واضحة قرأها الجميع ووعاها تماما، وكل من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم سواء في الانترنت أو حتى في التلفزيونات والروادي يسمع بشكل واضح. التفسيرات كلها تشير إلى وجود رسائل واضحة وقوية سياسية، لأنه أي تجاوز غير مقبول. نحن لنا سيادة ولنا خصوصية وسنحافظ عليها، نحن مسالمون ونبحث عن السلام، ولكن من يتعدى علينا لن نسكت له. في نفس الوقت أشار سمو ولي العهد في رسالة واضحة أيضا أننا سنظل نمضي قدما لمواصلة عجلة التنمية في داخل بلادنا ودعمها، واستعرض كثير من الأرقام، وهذا أقوى مؤشر لنجاح العمل أن يكون يحتوي على أرقام ونسب. نسب الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ارتفعت 40%، معدل نمو الصادرات الغير نفطية 22%، أصبحنا في المرتبة 7 مثل ما ذكروا زملائي الضيوف في دول 20 إلى آخره. في كل هذا رسائل واضحة أننا لا نزال
مستمرين في دعم عجلة التنمية، ولن نتوقف ولن ننصرف في الاهتمام بالسياسة والتغافل عن أهمية الاقتصاد، لأن الاقتصاد والسياسة هما عملين متوازيين يصب في مصلحة المواطن. بالضبط دكتور محمد. بالفعل أنا أعود لضيفي هنا دكتور سليمان الطفيل. دكتور سليمان، يعني الأستاذ مازن وأيضا الدكتور فواز وحتى الدكتور محمد الأنصاري كلهم تحدثوا أن الأمير محمد بن سلمان أشار إلى نقطة مهمة جدا، أن المملكة لديها ما يشغلها داخليا، التنمية الداخلية، رفاهية شعب المملكة، وأيضا المشاريع الاقتصادية والتنموية الهامة اللي أشار لها سمو الأمير، وفي نفس الوقت المملكة مستعدة للمحافظة على هذه المكتسبات متى ما دعت الحاجة. يعني التوقيت والرسائل أنت كيف تقرأها؟ الله يسلمك. بالنسبة للتوقيت طبعا هو من يعتبر توقيت مهم جدا جدا، لأنه احنا نعرف أنه دائما الحالة الاقتصادية مرتبطة ارتباط كبير بالحالة السياسية، بالأوضاع السياسية. صحيح. ومؤثرة، وبينهم علاقة كبيرة. ولذلك في هذه الرسالة اللي جت في هذا الوقت الهام جدا في مرحلة المملكة ونمو المملكة ومرحلة التنمية الشاملة في هذا يعني في هذا الحراك الاقتصادي الكامل، كان من ضروري فعلا مثل هذا الحوار، مثل هذا الموقف، وخاصة أنه ولي العهد في هالحوار أشار إلى أن أصلا الأحداث التي تجري حاليا أو التهديدات تجري حاليا إنما أحداث تأتي من مجموعات صغيرة، يعني وبالتالي في يعني في تاريخ الدول تعتبر هذه المجموعات يعني هي مرحلة مؤقتة وستنتهي، وأشار لها ولي العهد إلى أنها هذه ميليشيات يعني متعددة ومعروفة، وبالتالي سيطر عليها يعني أمره سهل جدا ومواجهتها أمره سهل جدا، ولذلك إحنا علينا أننا نستمر في عملنا وأن لا نقف في هذا الحراك. طبعا التنمية أو الرؤية المملكة ليس هي كما أشار ولي العهد إلى أنها يعني هي تتحدث عن جانب اقتصادي اللي هو النمو الاقتصادي، وإنما صحيح. تتحدث عن تنمية اقتصادية أيضا اللي هي الاقتصاد الكلي، التنمية الشاملة في كل المجالات الاقتصادية على كافة الأصعدة. ولذلك كانت الحراك أو التفاعل من جميع القطاعات، سواء القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، كل لديه يعني مسؤوليات، وكل لديه يعني أصبح لديه يعني فعلا اهتمام. الشراكة القادمة اللي هي من أهداف رؤية المملكة، تحقيق الشراكة الاقتصادية للقطاع الخاص، تحقيق الشراكة الاقتصادية للقطاع غير ربحي أيضا، وهو كان قطاع يعني دوره ما كان بالدور اللي اليوم نشوفه نراه اليوم، يعني كان يعني أصبح فعلا الأعمال التطوعية لها دور، لها تأثير، كذلك القطاع الخاص أصبح له دور، له تأثير. ولذلك جميع المحركات الأساسية للاقتصاد نراها اليوم بأنها في يعني في نمو واستمرار. طبعا الميزانية المملكة اللي أعلنت في 2019 كانت كما نعلم مليار و 160 واحد تريليون 160 مليار، طبعا كما أشار وزير المالية قبل في أيام قلائل أنها ستكون الإنفاقات في الربع الثالث والرابع أعلى من الربع الأول الثاني، وهذا ما يؤشر إلى أنه هناك نمو أفضل حيكون حراك، حيكون نوع من التدفقات المالية والاقتصاد، وهذا مؤثر في حركة النشاط الاقتصادي وعجلة التنمية الاقتصادية. أيضا أشار ولي العهد إلى أن هناك دكتور سليمان، أنا حرجع لك في هذه النقاط لأن النقاط الاقتصادية في دكتور سليمان كثيرة جدا، لكن دعني أذهب لضيفي من جديد من الطائفة دكتور محمد الأنصاري. دكتور محمد، يعني نحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية. دكتور سليمان أشار إلى نقطة مهمة بأننا وبالرغم من كل الظروف الاقتصادية وعدم استقرار أسعار البترول، إلا أن المملكة حققت إيرادات جيدة جدا، حققت أرقام مهمة قاعدة تغطي العجز السابق، وأيضا شهدت فائض لأول مرة يمكن من 2016 أن لم تخني الذاكرة. صحيح. تفضل. نعم، الحقيقة المملكة منذ ظهور الرؤية بدأت تتعامل مع الأمور بشكل مختلف. نظام الخصخصة هو أحد أبرز الأنظمة التي دعمت الفكر الجديد، وهو عكس نظام التأميم. الخصخصة بشكل ملخص هو نظام إيجاد نظام شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإظهار الخدمات النهائية للمواطن بشكل نموذجي وراقي، وفي نفس الوقت من خلال مظلة حكومية تضمن استمرارية العمل
وتطويره في كل مراحله. طبعا يخالف تماما هو نظام التأميم اللي يكون تسيطر الحكومة على كل الأنظمة ذات الريع أو الدخل العالي بتقديم أقل الخدمات وبأقل التكاليف وبالحد الأدنى المقبول، وهذا لم يعد ضمن جدولة الدولة عندنا. توجهت الدولة للخصخصة في قطاعات عديدة وأبرزها القطاع التعليمي والقطاع الصحي، أحد أبرز القطاعات الهامة في الدولة، حتى تحقق نظام تنمية مستدامة مختلفة لها طابع يحظى برضاء الجميع. طيب دكتور محمد، يعني في دقيقة لو سمحت، ما يحدث في المملكة من ضمن التصاريح، ما يحدث في المملكة هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي، يعني تعليقك على هذه النقطة بالتحديد. نعم، حينما ننظر حنا إلى الرؤية وأنظمتها ومؤشرات قياس تحقيق الرؤية، نحن نجد أنه في كل جزئية من جزئيات الرؤية يتم التعاطي بمنهج مختلف، سواء على صعيد العناصر أو على صعيد القياس أو على صعيد المتابعة أو حتى على صعيد التغيير. هناك كثير من الأمور التي تغيرت مؤخرا وفق منهج التعاطي مع الواقع، وهذا شيء من أكثر الأشياء أهمية. الجسد حينما يبلى أو يمرض يحتاج إلى زيارة المستشفى، فإذا احتاج إلى عملية يعمل له عملية في هذا الوقت حتى وإن لم تكن مجدولة مسبقا، لكن صحيح. التعاطي مع الواقع في حينه هو أحد أبرز مقومات قوة الرؤية وهيكلتها الجديدة، وتغييرها في كل مرحلة من مراحل النمو لا يعني أنها سلكت مسلك آخر، لكن هي تتعاطى مع الواقع، وهذا أحد أقوى مؤشرات النجاح بإذن الله عز وجل. بإذن الله. أنا أشكرك الدكتور محمد الأنصاري الخبير الاقتصادي من الطائف، شكرا جزيلا لك. وسينضم معنا لاحقا الأستاذ خالد الزايدي المحلل المالي، يعود هنا لضيفي الدكتور سليمان الطفيل. دكتور سليمان، في نفس النقطة أيضا، ما المقصود بالتغير الهيكلي الشامل للاقتصاد الكلي؟ التغير الهيكلي المقصود فيها أي التغير الجذري في جميع محركات الاقتصاد والمؤثرة في عوامل الاقتصاد، بمعنى أنه التركيز لا يكون فقط على الجوانب الاقتصادية بس فقط، وإنما حتى على الجوانب الاجتماعية والجوانب الثقافية، وكل ما يؤثر في العملية الاقتصادية هي مهمة جدا في عملية الاقتصاد الكلي. الاقتصاد الكلي ليس جزء مستقل عن المنظومة المجتمع بالكامل، لأنه هناك عوامل مؤثرة الحراك الاقتصادي، أو لأنه التغير اللي صار الآن هي عملية أحدثت كما يقول الاقتصاديون تحدث اختلالات اقتصادية. صحيح. الرؤية أحدثت كثير من اختلالات اقتصادية، هذه اختلالات تتطلب أنه أنت تبحث في المؤثرات الأخرى على أساس أنها التقييم المستمر لها، أي التقييم المستمر لها وإعادتها. ولذلك نجد الآن الحمد لله فضل الله عز وجل الآن هناك في مجال التعليم يعني أيضا تطور حاصل على مستوى الأبناء الصغار والأطفال والحضانة، حتى هذه في الاهتمامات من مرتكز التنمية الأساسية اللي هو العنصر البشري، اهتمام من الصغر حيث اهتمام بالمرأة في جوانب المرأة وتمكينها واستثمارها في مجال التنمية وفي مجال العملية التنموية بالكامل، بحيث ما تكون منفصلة وتعطي عطاء كامل. أيضا من جانب الشباب ودور الشباب في هالمجتمع من جميع الجوانب الاقتصادية المؤثرة في العامل الاقتصادي عامل مهم جدا، يعني لا يكفي المال. حديثك دكتور سليمان أنه خص التعليم أيضا فيما يتعلق بالخصخصة، يعني أشار للتعليم بالتحديد، يعني ممكن هي القطاعات قليلة اللي أشار لها سمو ولي العهد في هذا الحوار، طبعا التعليم أشار له بشكل كبير خصوصا فيما يتعلق بالخصخصة. صحيح أن قطاع الخصخصة كما نعلم أنه متجه إلى 13 نشاط اقتصادي، طبعا من أهمها قطاع الصحة، ومن قطاع اللي هو بدأ فيه الآن قطاع الخدمات الصحية والصحة وخدمات اللوجستية، الآن الاتجاه على القطاع التعليم. التعليم ما يقارب تقريبا 1 مليار ريال حيكون انفاق كله في مجال الخصخصة، على أساس أنه هناك التعليم لأهميته في المجتمع وأنه يكون دوره أكثر فعالية. أيضا حيكون هناك شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال الخصخصة هذه بتوجيه
القطاع الخاص يتولى بشكل أكثر كفاءة لعملية التعليمية في المملكة بحيث تكون هناك ما يسمى بالنموذج أو المدرسة المنتجة، وليس المدرسة فقط تعليمية فقط، وإنما نحتاج مدرسة تصنع أجيال، يعني هي صناعة أجيال، صناعة طاقات، صناعة كوادر من خلال الخصصة. لأن التعليم الآن اللي كما نعلم التعليم أدى دور كبير في الفترة الماضية، ولله الحمد وقيادات التعليم أدى دور كبير جدا ولله الحمد، ونحن يعني من أبناء هذاك الجيل. الآن احنا نمر في مرحلة كبيرة متغيرة خاصة في مجال الثروة المعلوماتية والمعرفة والصناعة، وهذه أشار لها سمو الأبي، راح أرجع لها دكتور سليمان. نعم. معكم، لكن دعني أنتقل لضيفي الأستاذ فضل البعينين عبر الهاتف، الكاتب الاقتصادي. أهلا بك أستاذ فضل على شاشة الإخبارية. في البداية يعني في الوقت اللي تعمل فيه المملكة على ملفات اقتصادية هامة، خاصة زيادة الإيرادات الغير نفطية، تحقيق فوائض مالية في الميزانية، نتحدث عن استثمارات لصندوق الاستثمارات، صندوق سيادي أصبح يعني محرك هام في الاقتصاد العالمي، في نفس التوقيت أيضا نشاهد تحديات سياسية اقتصادية كبيرة. أنت ككاتب اقتصادي كيف تنظر لهذا الحوار الصحفي الشامل، وكيف تنظر للفترة التي تعيشها المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أولا أشير إلى توقيت هذا اللقاء، وأنا أعتقد أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينتقي الوقت المناسب للحديث إلى الإعلام. صحيح. وبالتالي هو يرسل رسالات متفرقة في مواضيع مختلفة وملفات تهم الوطن داخليا وتهم العالم، المجتمع الدولي أيضا، لذا لم أستغرب أن تكون كلماته اليوم متسيدة نشرات الأخبار العالمية وكالة الأنباء، خاصة ما يتعلق بالأمور السياسية والعسكرية في المنطقة. ما يتعلق بالمملكة، اقتصاد المملكة ومتغيراتها، سمو ولي العهد أشار إلى أن المملكة حققت أكبر تقدم في كافة القطاعات الاقتصادية بفضل رؤيات المملكة 2030، وهذا واقع حقيقي. عندما نعود إلى مكونات الاقتصاد السعودي وآلية تحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج متنوع موارده، نجد أن هناك خطوات عملية تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الماضية أحدثت تغيرا عميقا في الاقتصاد السعودي، وبدأت الخطوات للتحول نحو الاقتصاد المنتج. دعني أشير إلى القطاع السياحي الذي تغير بشكل كلي، وأصبح اليوم لدينا مناطق سياحية ستجتذب الشركات العالمية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية. على جانب المدن أيضا وإنشاء المدن التقنية الحديثة، لدينا نيوم، وهذه من أكبر المدن التي تجمع بين القطاع السياحي والتقني والتنموي، وهذا سيعزز من مكانة المملكة. هناك محور مهم أيضا أشار له سمو ولي العهد فيما يتعلق بالاقتصاد، وهو دور صندوق الاستثمارات العامة في خلق هذه التنمية. ودعني أعود إلى مقابلة سمو ولي العهد قبل ثلاث سنوات عندما أشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون هو المحرك وسيستثمر 50% في السوق السعودي و 50% في السوق الأسواق الخارجية، وهناك ربط بين الأسواق الخارجية والداخلية من حيث التوجه نحو القطاعات المستهدفة في المملكة. إذا نحن نشهد نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي تعتمد على أسس رؤية المملكة 2030، وأشدد على نقطة مهمة مرتبطة بالأسواق المالية. لولا الله سبحانه وتعالى ثم برنامج تطوير القطاع المالي، لما استطاعت السوق السعودية أن تدخل في الثلاث مؤشرات عالمية بهذه السهولة، وبالتالي تتحول السوق المالية السعودية إلى سوق مركزية قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. الأستاذ فضل البعينين الكاتب الاقتصادي المعروف، شكرا جزيلا لك ولمداخلتك. أيضا ينضم معنا من الطائف عبر الأقمار الصناعية الأستاذ خالد الزايدي المحلل المالي. أهلا بك أستاذ خالد على شاشة الإخبارية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، أرحب فيك وأرحب في السادة المشاهدين. حياك الله أستاذ خالد من جديد. أنا دعني أسألك في واحدة من أهم النقاط أو المحاور الاقتصادية في هذا الحوار، وهو التزام جديد، تأكيد جديد على أن المملكة ستطرح أرامكو للاكتتاب ولكن في الوقت المناسب، تعليقك. بالنسبة لشركة أرامكو، يعني احنا عارفين أنه شركة أرامكو قامت بنشر قوائمها المالية في اليومين الماضية للمستثمرين، فأظهرت القوائم المالية قوة مالية لهذه الشركة،
ويعني عندما ننظر إلى قائمة مركز المالي أو قائمة الدخل أو قائمة الدفقات النقدية لهذه الشركة نجد أنه الشركة تعتبر أكبر شركة في العالم من حيث صافي الدخل، فحققت صافي دخل تقريبا في حدود 111 مليار دولار، متخطية أكبر الشركات العالمية في هذا المجال أو في مجالات أخرى. فعلى سبيل المثال لو ننظر إلى أكبر شركتين في العالم من حيث صافي الدخل نجد أنه شركة أبل تأتي في المركز الأول ب 59 مليار دولار، بعد ما قامت شركة أرامكو بنشر قوائم المالية اتضح لنا أنه شركة أرامكو تقريبا تعادل ضعفي أرباح شركة أبل، وهي تعتبر يعني من أقوى الشركات ماليا عالميا، وهي يعني شركة يعني يتطلع لها المستثمرين بشكل كبير. نعم. طيب أستاذ خالد، أيضا فيما يتعلق ب يعني شهد السوق المالية تطورا ملحوظا وانضمت إلى ثلاث مؤشرات عالمية، يعني أيضا حتى على صعيد الأسواق المالية المملكة خطت خطوات هامة جدا، وهذا يعيدنا إلى المحور الأول أنه كل ما رأينا وسمعنا في رؤية المملكة 2030 أصبحنا نرى على أرض الواقع. أستاذ خالد تسمعني؟ نعم صحيح. يعني نحن يعني زي ما ذكر سمو ولي العهد في لقائه مع جريدة الشرق الأوسط أنه تحولنا من التخطيط إلى التنفيذ فعلا، وهذا ما نراه يعني على أرض الواقع، يعني خطوات حثيثة في سوق المال وبقيادة هيئة سوق المال، يعني انضمت الأسواق المالية إلى أكبر الأسواق العالمية الناشئة، وأصبح لها يعني وزن في هذه في 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 هذه المؤشرات، وأصبح لها يعني تأثير في حركة هذه المؤشرات، وهذا يعني من شأنه أنه راح يعني يستقطب الاستثمارات الأجنبية بالدخول إلى سوق الأوراق المالية، وسوق الأوراق المالية يعتبر السوق الأوراق المالية السعودي يعتبر من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار، يتميز بمقررات ربحية مستقبلية ممتازة، مقررات ربحية حالية جيدة. المستثمرين دائما يتطلعون إلى الأسواق الناشئة التي يعني راح يكون لها دور إن شاء الله في المستقبل، وخاصة عندما ننظر إلى السوق السعودي كقوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، فأكيد أنه هذا السوق راح يكون يعني مرغوب بشكل كبير للمستثمرين الأجانب، وهذا فعلا يعني ما قرأناه في التحاليل المالية السابقة أنه السوق السعودي في عام 2018 كان ثاني أكبر سوق بعد الأسواق الهندية في جذب الاستثمارات، فهذا يعني يعد وهو مرشح إن شاء الله في عام 2019 ليصبح في المركز الأول لجذب الاستثمارات، تتكلم على سوق الأوراق المالية. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني هل نستطيع أن نقول أننا نجحنا فعلا في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة؟ يعني خلينا نأخذ على سبيل المثال 2018-2019 الكثير من التشريعات القانونية الهامة اللي أقرتها المملكة، منها نظام الإفلاس وغيرها من الأنظمة اللي أعلنتها المملكة، هل هذه القوانين هذه التشريعات أسهمت في تبوؤ المملكة لهذه المكانة الاقتصادية العالمية الهامة؟ نعم بدون شك، هذا القوانين التي صدرت في الأعوام الماضية هي تهيئ البنية الأساسية والبنية التحتية للأسواق المالية في كثير من الأمور، وحنا يعني يمكن شفنا في الفترات الماضية عندما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى 1000 ريال لتوسيع قاعدة المستثمرين، فهذه كل الأمور هذه كلها إصلاحات اقتصادية تتوافق مع الإصلاحات المالية التي حدثت في الفترات الماضية، والتي كان هنالك اجتماع كبير في مدينة الرياض في التطور المالي وفي يعني تحديث البنية الأساسية والتحتية لأسواق المال وللقوانين والتشريعات، فكل هذه الأمور تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي وتطوير لهذه التشريعات وإنشاء يعني أدوات استثمارية جديدة في السوق السعودي، هذه كلها من شأنها أنها راح تجذب المستثمرين إلى السوق السعودي، وراح ترفع إن شاء الله من كفاءة السوق السعودي في الفترات القادمة، وكل هذه يعني القوانين والتشريعات يعني مهمة وضرورية جدا للمرحلة القادمة إن شاء الله. جميل أستاذ خالد، دعني أعود لضيفي هنا الدكتور سليمان. دكتور سليمان، فيما يتعلق بمركز الخصخص اللي أشرت له،
منها التعليم ومنها الصحة، يمكن هذه أهم قطاعين. نعم صحيح. أشار لها سمو ولي العهد في حوار، بالإضافة لقطاع الكهرباء أيضا. يعني لدينا مركز متميز وعالمي للتخصيص بني على أفضل الممارسات الدولية. يعني المملكة من جديد تؤكد على أن موضوع الخصخصة موضوع جاد وسننطلق فيه وسنمضي فيه مهما كانت الظروف. بلا شك يعني موضوع الخصخصة طبعا هو من التجارب أو الممارسات الدولية يعني كثيرة عملت على هذا النظام، يعني وكانت مثل بنك الدولي وغيره من منظمات دولية والاقتصادية الدولية العالمية تطالب الدول دائما بمثل هذه البرامج، لأنها فعلا فيها ترفع مستوى الأداء الاقتصادي بما يتعلق بالحوكمة والشفافية ونشر المعلومات، وبالتالي هذا يما يسهل على عملية الاستثمار وجذب الاستثمارات، وأيضا يرفع مستوى الثقة في الاقتصاد. الخصخصة هو أحد البرامج المهمة في مسألة إدارة المال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة عالية، لأنه إحنا نعرف دائما القطاع الخاص أنه دائما سياساته أو تخطيطه دائما يكون أكثر عمق في مجال البناء الاقتصادي وفي مجال تحقيق المعدل الاقتصادي أفضل، ولذلك وهذا هو ما يعني ما تهدف له الدولة الآن بحيث أنه ترفع من مستوى أداء القطاع الغير ربحي من خلال مثل هذه البرامج. وقطاع الخصخصة لا شك أنه في حال أنه أصبح يعني فاعل في الاقتصاد، وأتوقعنا خلال إن شاء الله تعالى خلال 3 سنوات القادمة حيكون قطاع الخصخصة يعني اكتمل، وبالتالي هناك الكثير من المشروعات بدأت تعمل في وضع هذا النظام، هذا سيحقق نتائج عالية على مستوى التعليم على مستوى الصحة، سنرى النتائج بإذن الله تعالى قريبا على مثل هذه البرامج بإذن الله. أعود لضيفي الأستاذ خالد الزايدي في دقيقتين أو دقيقة لو سمحت. أستاذ خالد، سيكون القطاع الخاص هو المستثمر الأكبر في قطاع الكهرباء، يعني كيف تنظر لهذا التأكيدات الجديدة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء؟ قطاع هام جدا، قطاع كبير، الآن المملكة ستمضي في خصخصة هذا القطاع لينعكس على الخدمة المقدمة. طبعا زي ما احنا عارفين انه الحكومة السعودية تمتلك 80% من شركة الكهرباء السعودية، وبالتالي هي المسيطرة على هذه الشركة، والذهاب إلى خصخصة الكهرباء وإدخال شركات منافسة من شأنه راح يحسن من الخدمات وراح يرفع من مستوى جودة الخدمة المقدمة إلى المواطنين، وهذا هو يعني الهدف الرئيسي من إدخال شركات أو من خصخصة قطاع الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك أنه راح يوفر الكثير من الفرص للشباب السعودي إن شاء الله في الفترات القادمة، فكل هذه الأمور من الخصخصة يعني راح يكون في رفع للجودة، في تخفيض للتكاليف، في زيادة في عدد الوظائف المتاحة للشباب السعودي، كل هذه الأمور يعني لو نعددها راح تكون كلها يعني في مصلحة المجتمع وفي مصلحة الاقتصاد وفي يعني في رفع مستوى الخدمة، فكل هذه الأمور أكيد بدون شك إنها يعني راح يعني تساعد في السعي يعني إلى خصخصة قطاع الكهرباء، ونتطلع إن شاء الله إلى يعني إنه يكون القطاع أفضل في الفترات القادمة بعد الخصخصة بإذن الله. طيب أستاذ خالد، فيما يتعلق بمساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، هذه أيضا من النقاط الهامة اللي أشار لها سمو ولي العهد في هذا الحوار الشامل، كيف تنظر لنمو التجارة الإلكترونية لدينا في المملكة؟ تعتبر المملكة من أكبر الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث النمو في التجارة الإلكترونية، وهي تعتبر يعني جاذبة جدا للاستثمار في هذا القطاع، والدليل على ذلك لو ننظر إلى الشركات المستثمرة في السوق السعودي في تقنية المعلومات زي شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي وشركة زين، نجد أنها من أكبر الشركات على مستوى الشرق الأوسط، وهي شركات عملاقة. أتت كبر هذه الشركات وحجم هذه الشركات الكبير من حجم الاقتصاد الذي تعمل فيه، فالتجارة الإلكترونية هي مستقبل، ومهم جدا أن يكون هنالك يعني تطوير في البنية التحتية
للتجارة الإلكترونية، وهذا فعلا ما نراه من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. هي تسعى هذه الوزارة والهيئة مشكورة إلى تحسين البنية التحتية من خلال المبادرات التي تقوم بها وخلق يعني اقتصاد ناشئ من لا شيء. هو يعني لو نجي ننظر إلى التجارة الإلكترونية، يعني حتى التكاليف في هذه التجارة وفي يعني هي مفيدة جدا للاقتصاد ولرواد الأعمال، وأكيد بدون شك إنه هذه يعني راح ترفع من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إن شاء الله في الفترات القادمة. صحيح. وراح صحيح. يكون للقطاع الخاص دور مهم جدا، وحنا عارفين كمان إنه مع الجيل الخامس راح يكون هنالك في فرص كبيرة جدا في الاستثمار في التجارة الإلكترونية وغيرها من الـ 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 يعني الذكاء الاصطناعي وهذه الأشياء، أكيد كلها بدون شك هذه راح ترفع من 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 يعني من مستوى الناتج المحلي. يمكن العالم كله يتغير استاذ خالد، العالم كله قاعد يتغير الان تقنيا، يعني التقنيه الان اصبحت حاجه ملحه لكل في جميع دول العالم. اختم ما يعني في دقيقه لو سمحت دكتور سليمان، قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات هو ايضا مقترن بهذا النمو في التجاره الالكترونيه، انت كيف تقرا نمو هذا القطاع؟ كيف تقرا ايضا اهتمام المملكه واشاره سمو ولي العهد لهذا القطاع ايضا؟ بالنسبة لقطاع الاتصالات طبعا هو من أهم القطاعات اليوم، والحمد لله أن رؤية المملكة جعلت هذا القطاع على قمة الاهتمامات، وخاصة من ينظر في أهداف رؤية المملكة وأيضا البرامج التي وضعت يجد أن قطاع الاتصالات تقنية المعلومات كان على يعني في مقدمة هذه، والمملكة وللحمد موعودة، وكما ذكر ولي العهد في عدة لقاءات أن المملكة ستكون رائدة تقنية المعلومات، ولهذا جاء مشروع نيوم على رأس هذه المشروعات اللي يدعم قطاع الريبوتات في المستقبل وصناعة الريبوتات. ونعرف حنا كذلك أن شركة أرامكو تسعى إلى طرح مجموعة كبيرة من الروبوتات للمواطنين. صحيح. خلال الفترة القادمة، وهذا يعني إن شاء الله يشكل نقلة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد التقني بإذن الله تعالى. دكتور سليمان الطفيل المستشار الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لضيفي من الطائف الأستاذ خالد الزايدي المحلل المالي. إذن أعزائي المشاهدين، بقي أن نشير إلى واحدة من أهم النقاط التي قالها سمو ولي العهد في هذا الحوار الصحفي الشامل، بأنه فخور بأن المواطن السعودي هو أصبح أو هو من يقود التغيير في المملكة. خلاصة ما قاله ضيوفي هنا وخلاصة ما تناولته وسائل الإعلام العالمية اليوم أن هذا الحوار أتى في وقته، العالم كله كان ينتظر رؤية المملكة، رأي المملكة في الأحداث السياسية والاقتصادية في الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، سواء في بعض العواصم العربية أو حتى المشاكسات الإيرانية التي تتم في عرض البحر، وأيضا في التوقيت هام جاء بالتزامن مع قمة مكة التي شهدها العالم، ويعني انتظر المزيد من النتائج من هذه القمم. شكرا جزيلا لكم أنتم أعزائي المشاهدين، حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.